السلام عليكم. اليوم نتكلم على يعني لي زيكستونسيون التوسيعات تاع مترو الجزائر العاصمة، و بالتفصيل تكلمت عليهم في فيديو آخر، لكن اليوم نتكلم بالتفصيل وبالخريطة رسمية. هذه خريطة رسمية نشرت على مواقع شركة كوسيدار. اذا هنا نروح للمحطه لي زيكستونسيون نتاع الجهه الغربيه ونشوف المحطات التي تم الاتفاق عليها في الدراسات، وفيه يعني التوسعه الجايه في الجهه الغربيه للجزائر. التوسعه هذه فيها ثلاث اجزاء. الجزء الاول هذا هو، وهذو هما المحطات. هنا نشوف باللي كاينه محطه تاع الكيتاني في لاستاسيون طالب عبد الرحمن، ثم ستاسيون تروازو لوش، ثم لاستاسيون تريولي، وبعد ذلك ستاسيون تياتر دي فيردور، وستاسيون ملكة قايد، ثم ستاسيون بلاس كينيدي. وهذه بلاصه هايله شابه مليح في البيار. اذا ثم فيه ستاسيون تاع لا فاكولتي دو ميديسين كذلك، و لا ستاسيون تاع شيفالي. اذا هذا هو الجزء الاول نتاع التوسيعه اللي فيه لي ستاسيون هذويا، 1 2 3 4 5 8، فيه 8 محطات. اذا وهذا الجزء الاول اللي تبدا سوف تبدا الاشغال فيه بعد يعني انتهاء من شهر رمضان، يعني مباشره بعد شهر رمضان سوف تنطلق الاشغال، يعني بصفة رسمية وبوضع كل الوسائل اللوجستيكية واللي يعني الانطلاق في هذه التوسيعة. نروح كذلك، وكذلك للعلم أنه إذا كان فيه تم تسليم سوف يسلم هذا الخط هو الأول، ويعني هذا أمر مفروغ منه ربما في غضون 3 أو 4 سنوات قليلة. ثم تأتي الأجزاء الثانية والثالثة، وهنا نشوف المحطات هادو. المحطة الأولى نشوف الخط الأول هذا، الثاني ستاسيون سيتي سبورتيف، لا ستاسيون 5 جويلية أمام ملعب 5 جويلية، ثم ستاسيون عين الله، محطة وادي الرمان، ثم محطة العاشور، ثم محطة وادي الطرفة، ثم محطة دراريا، يعني في مركز دراريا، ثم محطة دراريا لو جاردان دراريا. إذا هذه المحطات كلها هي تبع يعني حسب الكثافة السكانية وحسب الأماكن أهمية المكان. إذا كان فيه مثال جامعة أو مركب رياضي كبير أو يعني حسب يعني الحركة نتاع المسافرين. إذا المحطة الثالثة واللي تروح باتجاه ولاد فايت، إذا عندنا محطة ديل إبراهيم، ثم محطة 11 ديسمبر، ثم محطة شراقة غار، ثم محطة شراقة غار ثانية أخرى، ثم عندنا محطة عمارة، ومحطة البهجة، ثم محطة لا سيتي اديال ولاد فايت، واخيرا محطة ولاد فايت في مدينة ولاد فايت. اذا هذه هي المحطات اللي راهي مبرمجة في هذه التوسيعات. تبقى الجهة الشرقية، سوف يكون لنا فيديو مفصل على الجهة الشرقية بكل محطات، بحيث انه بما ان الجزء هذا يعني الاشغال راهي تقريبا نهاية نتاعهم، وبالك يسلم في الـ في الـ يعني الاشهر الاولى من سنة 2024، يعني فنتكلم عليه المحطات اللي فيه كل شيء في فيديو منفصل للتفاصيل. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.